السلام عليكم أصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نكملوا الصفحة ديالنا اللي هي 25 في تنسيل مات تروازيام اني كوليج أو بلوكور دي من ديالنا اللي هو لي راسين كا. نمشي نصابو التمرين. إذا غنبداو بإكزيرسيس نمرة 11 وهو اللي بغيتكم تفهموه مزيان. لي ميزور ديال الدياغونال إف ولي سون دوني أون سنتيمتر، إذا تعطاونا على الديامتر الأقطار بالسنتيمتر. كالكولي لا فالور اكزاكت دو سون بيريمتر. البيريمتر اللي هو هذا، هذا البيريمتر ديالو غادي نحسبوه، هذا لو بيريمتر. من بعد نديرو ليه اغوندي او مليمتر، ومن بعد غادي نديرو لا فالور للمليمتر. حنا باش كان معبور عندنا، معبور عندنا باش بالسنتيمتر. غادي نحسبو هاد لي كوتي كي غادي نديرو. اذا اللي كيهمني هو الشكل، هاد الكوتي من هنا لهنا غادي نسميها اكس، وهادي غادي نسميها ايكغيك، وغادي غادي نسميها زاد، وغادي غادي نسميها مثلا ا، وغادي نحسب. اذا هنا عندي المثلث هنايا قائم الزاويه، غندير خاصيه بيتاغورس اللي كتقول لي اكس اس اثنان كتساوي 4 اس اثنان زائد 8 اس اثنان، اذا كتساوي هي 16 زائد 4 اس 60 كتساوي لي عندي هنايا 10 20 80 80. ماشي، اذا هنا باش نلقى القيمه ديال اكس يخصني نرفع 80، غنديرها ياش راسي، غادي نحسبو 80 كلا 80 حتى من بعد ونشوفو شنو غنديرو معاه. انا حسبنا لا فالور ديال الحرف الاول، غادي نشوف الحرف الثاني، قلتو هنايا 80 في الاخر ونشوفو شنو غنديرو معاه. غنجي عند ايكغيك، اذا ايكغيك او كاري كما درت ليها الوتر كيساوي الاضلاع 2 أس 2 زائد 4 أس 2، إذا شحال كتساوي ليا؟ عندي يا سيدي هنايا 2 أس 2 هي 4، نزيد عليها 16 كتعطيني 20، إذا إكراك أو كاري كتساوي 20. بغيت أنا إكراك يكفيني أنني ندير 20 وندير ليها الجذر لأن الأس كتعطيني. مزيان، نجي لعند القطر الثالث اللي هو زاد. إذا زد أو كاري كيساوي ليا اللي هو هذا 2 أو كاري زائد 4 أو كاري. إذا زد كيشبه بلا ما نكتبو، إذا نحيدو زد بحالو غيكون ليا زد هذا هاد الضلع هذا بحالو بحال هاد الضلع، حيت عندي نفس المسافات هنا، وتا هاد الضلع بحالو بحال هاد الضلع. إذا هنايا أش غادي ندير؟ غندير البيغيمتر ديالي كيساوي ليا جوج ديال المرات اكس زائد جوج ديال المرات ايكغيك كيساوي جوج ديال المرات جذر 80 زائد جوج ديال المرات جذر 20. ماشي، هنايا غنحاول هاد جذر 80 دابا غادي نفصلوهم كامل، اذا كتساوي شناهي؟ هي جوج زائد باش يبان لكم 80 شنو هي؟ هي 4 مضروبه في 20 ياك، و 20 هي 4 مضروبه 5 زائد 2 وشنو هي 20؟ 20 هي 4 5، 4 مضروبه 5. غادي نخرج هاد 4 غتخرج، هاد 4 غادي يخرج بجوج، غادي تولي القيمه عندي هي جوج، 4 غتخرج مراتين غتولي جوج، 4 ثانية هي غتخرج غتولي جوج، وغادي تبقى ليا غير راسين ديال 5 هو اللي لداخل، زائد جوج مضروبة هاد 4 غتخرج غتولي جوج، وغادي تبقى ليا راسين ديال 5. ماشي، كيساوي جوج بجوج 4 جوج 8 هي 8 زائد 5 زائد 4 زائد 5. غادي نعملو بديك جذر 5 شحال هي 12 جذر 5 ياش سنتيمتر. إذا حنا لقيناها سنتيمتر، السؤال اللي موالا خاصنا نحولوها للمليمتر. إذا غنشوفوها 12 جذر 5 شحال كتعطينا؟ نجي هنا غنديرو 12 جذر 5 كتساوي لينا تقريبا واحد القيمة اللي غادي نحسبوها دابا، غادي نجيبو المكنسات ديالنا وغادي نديرو 12 مضروبة 5 زائد كتساوي 26.83،
25 فاصلة 83 سنتيم. غادي نحولوها دابا للمليمتر، اذا شحال غتعطينا؟ غتعطينا هي 263.68 فاصلة 3 ياش مليمتر، وهذه هي القيمة اللي كنقلبو عليها. اذا ما تنساش انك دير لايك تحفيز القناة وتفعل الجرس باش يوصلك اي فيديو في اي وقت كنديرو، واذا كنت جديد اول مرة ديرنا ابوني لاشين وكتب تعليق يكون زوين. اكزرسيس نيميرو 12 روندي لو دينوميناتور اون في اف وي سامبل، غادي نديرو الدينوميناتور يكون عدد صحيح وغادي نسامبل. نبدا بالعملية اف باش يكون عندي العدد صحيح، كنضرب في نفس الجهة، يعني كندير اسيدي 5 جهة كنضربها واحد العدد، خمسة كنضربهم بجوج في واحد العدد اللي هو اللي كنضيفو اللي هو كذلك 5 جذر، كنضربو هنا وكنضربو الفوق. علاش؟ باش نحيد الجذر من الماء اللي كندير فيه يساوي، غتبقى ليا هنايا 5 جذر 5، ولتحت غتبقى ليا 5. غادي نسامبليفيو، شحال غيبقى لينا؟ غادي نطيرو هاد 5 ويبقى لنا جذر 5. هذا هو السامبليفيو. هادي غادي نخدم على جوج طرق، واخا هما قال لك سامبلي دي دينوميناتور، غادي نرد هادي دينوميناتور ديالنا، غنضرب في المقام غنضربو فاش المقلوب ديالي. اذا جذر 20 مقسومة على جذر 5 زائد جوج، هذا هو العدد ديالنا. غادي نضربو، قلنا فاش نضربو في واحد العدد جديد اللي هو جذر 5 ناقص جوج. علاش؟ باش نرد هاد الكتابة كلها متطابقة عامة، صافي. باش نحيدو الجذر من تحت حتى هذا، غادي نضربوه جذر 5 ناقص جوج، إذا كيساوي هنا غادي نديرو النشر ديالنا، جذر 5 جذر هي جذر 100، نحسبوها نيشان مبقاش نزيدو، ناقص جوج جذر 20 قسمة، هذه راه متطابقة عامة، غتولي لنا هي 5 ناقص 4 كتساوي هنا، غتعطينا هي 10 ناقص جوج 20. شنا هي؟ هي جذر 4 مضروب جذر 5. ما كنتش ندير الحركة، ولكن كنعطيكم الخارج مباشرة، حيت هادشي قواعد قريتهم على واحد. إذا حنا درنا المقام على واحد، نجي هنا تساوي غنحسبو هي 10 ناقص هنايا جوج، وعندي هنايا زيد 4 هو جوج، إذن هي 4 زائد 5، ويبقى العدد ديالي بحال هكا ما يتبدلش. غنخدم هاد العملية باش ميدوخكمش هاد العدد التحتاني، حاولوا أنكم هاد الجوج هادي دخلوها بحال اش غدير. إذن هنا كيعطيني 12 زائد على هاد الجوج غندخلوها، إلا درنا جدا غتولي هي جوج بجوج، جوج هي 4، غتولي إلى عندي 4 مضروبة بجوج زائد جدا 3. دابا غيمكن ليا نحيد المقام، عندي هنايا 12 جدا مقسومة على جدا 8 زائد جدا 3. دابا غنضربو في المرافق يساوي، نخلي نفس العدد ديالي وغادي نضرب في المرافق ديالي. إذا العدد ديالي هو جذر 8 زائد جذر 3، غنضربو في المرافق اللي عطيه ناقص، غادي نضربو 8 ناقص جذر 3، غادي نضربو في الوسط وفي المقام، 8 ناقص جذر الفوق غادي نشرو والتحت غادي نحيدو الماء، إذا كيساوي هادي في هادي، غادي ندير هو 12 8 جذر ناقص 12 3 جذر على هذا أس 2 هي 8، وجذر 3 أس 2 هي 3 كيساوي هنا شحال عندنا؟ هي 36 جذر 36،
هنا يمكن لي نبسطو باش يتسهل عليا. شنو هي؟ قلنا هي جهة الرابعة مضروب جهة الثلاثة مضروب جهة الرابعة مضروب جهة جوج. هذه كلها هي العملية الأولى ناقص هذا راه يعطينا جهة 36 قسمة على 5. كيفاش درت هذا كامل؟ عندنا 12 هي 4 في 3 و 8 هي 4 في 2. هذا 4 واط غيوليو ب 2 و الجيتر ديالي غيبقى عادي غيولي ليا تساوي هنا. قلنا هذه غتولي 2 هي 2 مضروبة هذه حتى هي 2 يعني 2 في 2 زائد 3 زائد 2 ناقص 6 على 6 زائد 36 هو 6 قسمة على 5. لكن شحال كيساوي كلشي؟ كيساوي هو 4 زائد 3 ناقص 4 زائد 6 نحسبوها ديريكت 4 زائد 6 ناقص 6 قسمة على 5 وراه مبسط العدد معليش منين. إذا نفس الطريقة هنايا غنحاولو أننا نضربو في مرافق باش نسهلو علينا العملية ديما. هاد التحتانيين غنديرهم أوكاري مباشرة يعني غيولي هنا جوج أوكاري ناقص زائد 3 أوكاري والفوق غادي نضربو فيهم العكس المقلوب ديالهم اللي هو جوج زائد زائد 3 صافي ماشي 27 هي 9 غنفرقوها هي 9 مضروبة 3 3 27 ماشي باش نخرجوها 9 شحال غيعطيني؟ غتعطيني جهة 9 هي 3 جهة 3 وغادي نعملوها ماشي ولتحت غادي يبقى لينا 4 ناقص 3. إذا المقام تحيد غيبقى ليا غير نتعامل غير مع العملية في الفوق. غادي نديرو النشر عندنا هنايا 2 هي 6 زائد 3 وهنايا غتعطيني زائد 3 زائد 3 اوكا. إذا مكيكونش مزيان هذا 3 وهادي اوكا كتساوي هي 6 زائد 3 زائد 3 مضروبة 3 3 في 3 9 9 في 6 هي 6 زائد 3 زائد 9 وهذا هو العدد ديالي ما عنديش منه. إذا إكزرسيس نيميرو 13 كالكولي إي سامبليك غادي نكالكولي وغادي نسامبليك. عندنا هنايا هاد العدد فهاد العدد عندنا قاسم مشترك هو جذر 5 غادي نكتبوه فهو جذر 5 نعملو به شحال يبقى ليا 3 وهنا زائد 2. إذا الخارج ديالي تساوي هو 5 زائد 5. إذا نفس العملية جذر 2 كيتعاود ليا هنا وهنا وهنا. إذا غنعملو به نحلو الأقواس هكا نعملو بجذر 2 ونديروه في الأخر شحال يبقى لي هنا؟ يبقى لي 7. إلا حيت جذر 2 يبقى ناقص 3 وهنا إلا حيت جذر 2 يبقى زائد 1 كيساوي حسب من اليسار لليمين 7 ناقص 3 هي 4 4 زائد 1 هي 5 زائد 2. إذا هنا غادي نديرو النشر ديالنا عندنا 4 0 3 وهنا غادي نشرو زائد 2 زائد 3 هي 2 زائد 3 و 2 ناقص هي ناقص 2. كما هنايا غادي نعملو بزائد 3 نجيب هنايا هاد 2 غنعملو بزائد 3 و نعملو كاع كلشي بجوج. بعدا نعملو بجوج غيبقى لينا غتبقى هنا جوج زائد 3 وهنا زائد زائد 3 وهنا ناقص 1. إذا كتساوي ليا مباشرة هي جوج عامل جوج زائد كدا هي 3 زائد 3 ناقص 1. بغيتو تنشروها نشروها بغيتو تخلوها هكا خلوها.
قد نهاد العملية غنحاولو نديرو النشر ديال إذا ندير لوك مون نشر هدف هذا كيعطيني زيادة جوج أس اثنان هدف هذا زائد زيادة زائد جوج زيادة هي جوج زيادة جوج و جوج زائد ستة مزيان عندنا هنايا كتساوي لينا هي جوج جوج زائد زيادة ربعة هي زائد ثلاثة زيادة جوج زائد ستة إذا كتساوي لينا هي ثلاثة زيادة جوج زائد ثمانية وما عندنا فين نزيد اكزرسيس 14 اكريس ليكسبريسيون سويفون سو لا فورم ا راسين بي او ا اي بي سون دو نومبر اونتي اذا ناخذ ليكسبريسيون الاول خاصني نحولو على شكل ا راسين ديال غنجي لهنايا عندي تساوي جوج راسين ديال 5 ناقص 24 غادي نفرقها 20 شنو هي هي 4 ميتيبلي فوا 5 اذا كتساوي هو جوج الراسين دو 5 ناقص 4 مضروبة جوج اللي هي الراسين ديال 4 غنخرجها الراسين دو 5 عندي الراسين دو 5 عامل مشترك غادي نعملو به وغادي يبقى ليا هنايا جوج ناقص وهنا غتبقى ليا 8 جوج ناقص 8 هي ناقص 6 ولكن هذا سون دي نومبر اونتي عدد صحيحة ناقص ستة زائد خمسة إذا ما فيهمش الفاصلة مازال بالنسبة لبي غنحاول أنني نفصلها إذا هنايا الراسين ديال جوج زائد ثلاثة الراسين ديال ربعة مضروب في الراسين ديال جوج اللي هو الراسين ديال ثمانية زائد خمسين هو الراسين ديال خمسة وعشرين مضروب في الراسين ديال جوج عندنا هنا الراسين ديال جوج كيتعاود في عملية كاملين نعملو به غيبقى لينا هو واحد هنايا عندنا هذه هي جوج جوج هي ستة زائد ستة وهنا عندنا خمسة زائد خمسة كلشي راسين ديال جوج كيساوي هي سبعة اثناش راسين ديال جوج بالنسبة لنا غنحاول نشتت كذلك هذاك الجذر عندي هنا ستة جذر ياش سبعة مضروب جذر جوج زائد جذر سبعة مضروب جذر ثمانية اللي هي ستة وخمسة والكل شيء قسمة على جوج جذر سبعة زائد جذر ربعة مضروب جذر سبعة ماشي اذا نعملو هنا بجذر 7 والفوق نعملو بجذر 7 ما نحتاجوش كيت عندنا زائد اذا نعملو بجذر 7 اش غادي يبقى ليا هنا غادي يبقى ليا جوج 6 زائد جوج زائد وهنا اش غادي يبقى ليا جذر 8 كلشي عامل جذر 0 قسمة ولتحت غير عندي جوج هي 4 جذر 7 دابا يمكن ليا نختزل بجذر 7 نطيرو من هنا وغادي يبقى ليا العدد ديالي اللي هو 6 جذر 2 زائد 8 اللي هي جذر 4 مضروبة جذر 2 كلشي قسمة على عندنا هنا نعملو عاوتاني جذر 2 اش غادي تبقى لينا غتبقى لينا 6 زائد جذر 4 من ستة زائد أربعة هي جوج هي جوج ماشي جوج زائد أربعة هادي راه هي جوج غادي نخيلو زائد زائد جوج كلشي زائد جوج على قياس أربعة إذا شحال كيساوي هي ثمانية زائد جوج قسمة على أربعة غادي نختزلو بثمانية شحال غتعطيني غتبقى ليا هي أربعة نحتاج له هنايا غتبقى لينا هنا جوج جوج هي جوج جذر
L'exercice 15 montre que les nombres suivants sont des nombres entiers. Bien ou bien non, عدد صحيح. وإذا خصنا نحسبوه غنبدأ بالعدد الأول، يعني غندير التساوي وغادي نفصلو كامل. هذا شنو هي؟ هي زيادة 9 مضروبة زيادة 2 هي 18 زائد 50 زيادة 25. ديما كنقلب على الكاري باركي مضروب زيادة 2 ناقص 8 زيادة 2 نعملو بزيادة 2 شايف قليل هنا زيادة 3 زيادة 9 هي 3 هنايا زائد 5 اللي هو زيادة 25 ناقص 8 وكلشي راسين 2 عندنا هنايا هنايا هي 5 5 هي 0 مضروب في راسين 2 اللي كيعطيني 0 اذا المجموعه كلها كتساوي 0 يلا بنفس الطريقه نصاوبو هادي عندنا نعملو هنايا عندنا زائد 4 مضروب زائد 3 اللي هو المجموع ديال 12 ناقص 5 زائد 9 مضروب زائد 3 زائد 13 زائد 3 ماز عندنا زائد 3 كيتعاود غادي نعملو به شحال غيبقى زائد 4 هو 2 حلو القوس ناقص عندنا هنا زائد 9 هو 3 3 في 5 هي 15 ناقص 15 وهنا زائد 13 كلشي الراسين ديال 3 اذا 2 ناقص 15 ناقص 13 ناقص 13 زائد 13 كيعطيني 0 اذا 0 في زائد 3 كيساوي 0 هادي غنحاول انني نشتت الاعداد اللي داخل باش يسهلوا عليا عندي الراسين ديال 5 عامل الراسين ديال 20 غنكتبها مباشرة دابا مبقاش نكتبها إذا هي 2 زائد 5 هي 10 صافي حيت هي 4 4 كتخرج كتبقى لي زائد 5 ناقص 45 45 هي 9 في 5 اللي هي 3 زائد 5 صافي نسدو ناقص زائد 6 عامل ديال النصف ديكور 24 شنو هي 4 في 6 4 غادي تخرج هي 2 ويبقى لنا زائد 6 زائد زائد 6 مزيان هو تتساوي نحسبو بالاقواس لا تجعلكم الله تتساوي نحسبو بالاقواس عندنا زائد 5 هنا عندنا 2 زائد 5 ناقص 3 زائد 5 بحال اللي كنقول 2 ناقص 3 هي ناقص زائد 5 ناقص زائد 6 عامل هنا شنو عندي 2 زائد 6 زائد زائد 6 هي 3 زائد 6 دابا غادي نديرو النشر ديالها اذا كيساوي ناقص هنا هي زائد 6 وهنايا مضروبه هاد 3 غندخلوها هو زائد 9 مضروب 6 بالنسبه لكم بانه عدد واحد 6 مضروبه 9 مضروبه 6 كيولي هادو بجوج كاري باكي هو 6 وهذا كيخرج هو 3 هي 3 مضروبة 6 إذن شحال كيساوي ليا هنايا ناقص 5 ناقص 18 اللي هي ناقص 3 20 إذن العملية دي عندنا 32 شنو هي 32 32 هي الراسين ديال 16 مضروب براسين ديال 2 زائد 72 هي الراسين ديال 36 مضروب براسين ديال 2 ناقص 200 هي الراسين ديال 100 مضروب براسين ديال 2 وعندنا هنايا هو زائد راسين ديال 2 او كاري راسين نديرو ديال 16 نكتبو هادي 2 اس 7 هي 16 صافي اذا كيساوي
هنا راسين ديال 16 وهنا غادي هادي المسافه 16 هي 4 راسين 2 زائد 6 راسين 2 ناقص 10 راسين 2 زائد 4. هنايا غادي نعملو براسين 2 خليوها زائد 4 الثقة. شحال يبقى لينا هنا؟ يبقى لنا 4 زائد 6 ناقص 10. شحال كيساوي هذا؟ 4 زائد 6 هي 10 ناقص 10 0. إذا هنا غيعطينا 0 زائد 2 زائد 4 اللي الخارج ديالي كيساوي هو زائد 4. إذا حتى لهنا كنشكركم على حسن التتبع ديالكم حتى للحلقة 25. خليكم على خير، بون كوراج.